اليوم جولة مراسل في محافظة ديالى هي جولة في أحد المتاحف الخاصة والمتاحف الأهلية. تدخل هذا المكان تجد كل قديم وكل إرث اجتماعي، تجد من المواد والمقتنيات والتحفيات ما لم تجدها حتى في المتاحف الحكومية. خليكم ويانا ونشوف متحف أبو عراق إيش يحتوي. بديت بيه انا قبل 96 95، كان عندي حاجتين ثلاث حاجات حاطهم بيت ابو علي حلوات. فمرور الزمن شوي شوي قمت اباوع انقرضن ورا ال 2000، قمت اشتري واضم، كونت ميز ونوب، كونت غرفه 3 مترات. شوي 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 كبرت الغرفه، قمت اشتري اغراض من المحافظات، وين يخبروني راح اشتري من دياله اطراف دياله نفس معقوبه، وين يخبروني اشتري. قمت اكبر المتحف شوي شوي، قامت تجيني زيارات من العالم، زيارات من اقاربنا من عمامنا من شوي شوي معقوبه لما انتشرت، قام يجون المحافظات، قام يجون اول محافظه بغداد، اكثر شيء بغداد، قام يجون علي يخبروني يا بجينا زيارة المتحف، احنا بالفان بوكان اجيبهم المتحف. جوني من كربلاء، جوني من العتبه الكربلائيه، جوني من النجف مرتين ثلاث زيارات. فقاموا اهلي يجيني يشوفني، ياخذ يصور نفسه، يصور هاي يخابرني بفلان مكان اكو حاجات تشتريهن للمتحف، اروح انا اشوفهم يا محافظه اشتريهن. اشتريت من الديوانيه من الحله، اكثر شيء اشتريته من بغداد، من باصره مرتين ثلاثة رح جبت اشتريتها من اغراض المتحف. كونته لغرض الزياره، زياره الشباب هنا عندنا بعقوبه ما يعرفون اي الاثريات مالتنا القديمه واجدادنا وهاي بيش كانوا يشتغلون ما يعرفون. فقاموا يجون زيارات، دائما يجون يعني غرابايب، ناس تجيب ناس، ناس تجيب ناس، تطور الزيارات المتحف. فالمتحف يجون العالم عبالهم اكو عالم، اقصد شيء عبالهم مبلغ مال يطبون، فهم اكو يطبون مجانا، يعني يزورون يظلون ساعه ساعتين قد يبقون، يبقون يشرب شاي وقهوه يتصور نفسه ويطلع. قاموا يجيبون صور قديمات همين مال شخصيات مال ساده مال شيوخ يعني معروفين من دياله، همين قمت اخلي الصور مالتهم بالمتحف. شوي 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 كونت سويتها الكبر، فماكو حاجه يسالون عليها ما موجوده، كل شيء عندي. يسالون عن عمل الملكيه موجوده، عبد الكريم قاسم الجمهوريه، اي عمله موجوده عندي، كل العمال موجوده، كل الغراض القديمات موجودات، من صيانين مواعين انتيكات، يعني هذا الفراش مالنا القديم الجاجيم وجاجيم، كل الشغلات القديمه موجوده عندي. فيجون يسالون فلان شيء موجود عندك؟ اي موجود، يشوفونها مثل راحة غيره، الجاون نسيان هاي القديمات الانتيكات، السبالت البرقان القديمه، الجدار النحاس هاي الصفر القديمه، اي شيء يتعلق باجدادنا يعني زمان موجود عندي، من الصور لتحفيات العمل النقديه كلها. بس العرض كلها بس العرض، زيارات فقط. لا 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 بيع ماكو نهائيا، من جيبي الخاص من مجهود انا اشتري وحدي، دعم ما عندي، ما كل دعم ماكو، انا اشتري شيء يعرضونه اجيبه واجي. هاي الصور شنو موضوع الصور الشخصيه؟ الصور اكثر الزيارات يجوني انا هم ياخذون صور هنايا، يجيني ثاني مره يقول ترى المتحف. فاكثر اكثر اكثر الزوار يردون صور مظله هنايا، فعند الزوار يجون المتحف يشوفون صور ابوهم قرايبهم اجدادهم شيوخهم يتفاجئون، احنا ما عندنا، مين جبت انت؟ فموجود يسالون على شخصيات عامه بدياله موجوده عندي، مثل شيوخنا عندنا، مثل شيخنا الله يرحمه الشيخ عبد الله الحسوني موجود عنده صوره، عندي غير الشيوخ، عندنا شيوخنا هسه موجودين الافاضل هسه حاليا موجودين على قيد الحياه، صورهم موجوده، قال خلينا صوره هنا حتى العالم تعرفنا اكثر واكثر. فيجون زيارات، أي زيارة يجون في 10 نفرات و 15 نبا زيارات، عندها 50 نفر 40 نفر يأخذون صورة فيردون المتحف، فبقية المتحف أفضل الصور، فعندنا سبع قارب 4000 5000 صورة بس الأسر موجودات، إن الناس تتراوهين بالألف صورة تقريبا. بس الصور موجوداتي عندي حاليا موجود صور، عنده صور قديمة حيل قديمة يعني من العشرينات 1850 1920، صور مال جيش، صور مال يعني شخصيات قديمة حيل قديمة موجودة، العالم تستعين لها موجودة من الفلوس من العمال من أي شيء. فالعالم تجي واحد يحسن الأخ، واحد يتكلم الأخ يابا فلان مكان متحف، راح نشوف الآثار مالنا القديمة، فيجون. فإن شاء الله هذا المتحف موجود، الآثار ما تقرر نهائيا بدون دعم حكومة. لا 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 بدون دعم حكومة، مجاني من عندي، من عندي دخول مجاني، وأنا أشتري الأغراض
الدعم الحكومي يجون يعني قاده يجون شيوخ يجون ناس معروفه للمتحف. يا بجي المتحف شويه ضاجين نجي المتحف هلا بيكم. مفتوح المتحف 24 ساعه. هذا ملكك الخاص. ملك الخاص الحمد لله. اي القاعه بيتي هذا خاصي. حولتها اي كان بيتي من بيت حولتها بهاي القاعه. بنيتها قبل فتره كملتها حولتها به. الزيارات موجوده يعني مثل ما حتى زيارات عندي. كبر المتحف؟ أسأل الحمد لله كل زين الكبرى قياسة 20 في 5 وارتفاعه خير من الله. عندي غراض بعد أي. مو معروضة؟ لا لا مو معروضة عندي بس العالم يسألون عليه طلع لهم إياه لأن تأخذ مكان هواي عندي. فأرضوا على غير محافظات على المتحف طلعت مئة إياه تطينا إياه ما فيظل بعقوب ما يطلع إن شاء الله. عندي محلات مع المناسبات مع الكراسي وشوارع والله جت فكرة عندي حاجتين ثلاث حاجات قبل الألفين فقمت أشوف ما يعني قام تنقرض الغراض تنقرض وراء الألفين قمت أشتري وأضم ما أشتري وأضم كان متحف صغير كان غرفة أول بداية كان ميز وراء الميز كان غرفة صغيرة ثلاثة في ثلاثة نبصات في ستة في سبعة ويتكبرت شوي شوي هسه صارت قاعة من فضل الله أي البنيته هاي ما صار جديد بنيته وعنده فراش بعد هواي معارضة هي قاعة ما شاء الله منتشر غراب لا 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 ما نمشي على تكمل لا لا ما لا يجون مسؤولين زيارات يجون هم يخاوروني أبى جيناك زيارة فلان يجون هلا بهم بس كدعم ما نمشي على الدعم كله من جيب الخاص والله عندي هيك فكرة هواي طول هيك فكرة داخل بعقوبة إيه بس زيارات هم تعلموا عالم هنايا محافظات هذول من عندهم منطقة والله عرضوا عليه محافظتين رادوا المتحف اي قالوا شيله ونجيبه يمنا من ضمن زيارات يجون يشوفونه فيقول هنا هنا بدي له بعقوبه خاتم مثل ما تقول يعني مضموم جيبه يمنا احسن فهنا العام تجي لهنا يقول العام تعرفني قام تعرفني على زيارات على المتحف متحف متحف تدري انت بعقوبه ما عندنا متحف يعني زيارات هذا الوحيد بس ما عندنا غيره يكلف هو ما يكلف بس كبيع هو يجون عليه ما بيعه يراسلوني اي عندي يعني قطع حيل قديمة مثل دلات عندي هاي هاونات اليهودية القديمة عندي صيانة حيل قديمة بالمئة وخمسين سنة يرسلون عليهم يشوفون بالتصوير يرسلون عليهم لا لا بس بالعراق من داخل العراق صاير محافظات كل شو أتمنى العالم كلها تيجي تشوف أجدادنا تراثنا انتيكاتنا القديمة أجدادنا شيوخنا زعمانا مثلا عندي شيخ صورة الشيخ الله يرحمه عبد الله العسوني شيخ شمر ديالة موجودة عندي شيوخ عندنا يعني هواي شيوخ عندنا زعماء هم يجيبون صورهم مثل ابنهم أو قاربهم خليناها بالمتحف خليها المتحف أكو شيوخ يزورون من غير محافظات هم يعني هم يحبون صورهم هنا يخلون خليها بالمتحف حتى الصور الشخصية اي صور شخصية موجودة عنده وايد نعم 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 اي شخص اللي يزور له هواي 99% يجي صورهم بالمتحف تبغى لا 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 انا اخذهم وياي انا كبرهم اي ومعرفهم انت شو صورك من جد فاجئت بهم من عندي من عندي ما ان شاء الله الصور هو بس مجرد اخذ موافقته اي تريد صورتك تبغى المتحف لو ما تريد تبغى المتحف بصراحه يعني حتى كان جاكم سوالف لقاء لو شلون لا 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 اول اذاعه تغيير التصلوبيه فقال اريد نشوف تراثنا اجدادنا وهاي قلت لهم تعالوا هلا بكم انت اول واحد جت اذاعه المتحف مالتي شو تحب تجي على السالفه والله احب اي واحد يشوف هذا اللغة يجي يزور المتحف يشوف تراثنا يشوف انتيكاتنا القديمة يشوف أجدادنا بيش كانوا يشتغلون قبل ما يريد يعني ينقرض ويروح حرامات يتي شبابنا بالذات شبابنا يجون ما يعرفون شنو الغراض يعني تتربع ما يعرفون إلا أنا أقول فلان شي فلان شي فلان شي أدعمهم بزيارات يجون يعني
تحب من خلال القناة أن توجه رسالة اللي عنده شيء أنتيك تشتري؟ أشتري بفلوس. إيه والله أشتري أي شيء، يشوف التصوير ويشوف الأنتيكات يريد يبيع يتصل بي أشتري. أنت ما يعني هذا مجرد مجهود شخصي ما عندك؟ لا لا لا، من عندي، مجهود من عندي. ما أثر على ما صرفك؟ لا 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 ما عندي، لا والله ما أثر، لا ما يأثر إن شاء الله. مجرد حظ أثر. إيه وزيارات عالم، تجي تشوف الغراض وتشوف الانتيكات مالتنا القديمه وتروح شو ماكو. احنا من رواد المتحف طبعا اول شيء، والمتحف مال ابن عمنا ابو عراق، ونشرف فيه وبارك الله بيه على هالعمل هذا الحلو. وهذا المتحف تجي بيه ترتاح، تشوف زمانك القديم كانوا يستعملون، كانوا شنو الياتهم، تجي ترتاح عقليا ونفسيا. وهاي الانتيكات كلها يروح الرجل محافظات يشتري بيهن ويرجع. احنا همي نجي نخابره نقول لك وهيك فلان حاجه، يجي خطيه يشتريها هو ويعرضها للشباب يشوف زمانها القديم كانوا يستعملون. هو هذا المتحف كله عباره عن هذا الشيء. واتمنى، انا اتمنى من شيء واحد، اتمنى من سيد المحافظ يزور هذا المكان ويكبر به، لأن هذا يعني شلون نقول رمز للمحافظة الديالة طبعا أول شيء، ونتباهى به هذا الشيء. إحنا والله أكو أشياء يعني ما شايفينهم، ما ملحقين، أكبر من سني بهواي يعني، بهواي يعني ما ملحقين بها إحنا.